تحقيق الاجتماع بتجريم التحزب ومحاربة الفرقة في الدين. الأحزاب دي مشكلة. كذا قال القرآن على كلمة. كلمة أحزاب جاءت في القرآن 20 مرة. عشان تعرف مشكلة. 20 مرة دي جاءت الأحزاب بالجمع 12 مرة. 12 مرة جاءت بالجمع. وكل 12 مرة دي مزمومة. بس بتجمع الكفر. الكفر والتفرق. ها؟ والهزيمة وقلة الأدب بس معاها. مربوطة معاها. ما جاءت كلمة أحزاب دي جاءت إلا مرتين محمودة وجاءت حزب واحد حزب الله. ديل المؤمنون بس. ألا إن حزب الله هم المفلحون في المجادلة. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون في المائدة. تاني ما جاءت غير كده محمودة. مزمومة كلها تبدأ من سورة هود. ومن يكفر به من الأحزاب كفر. ومن يكفر به من الأحزاب كويس تمشي لحد آخر وحدة في سورة الزخرف. ها ديك فتقطعوا لا ديك فاختلف الأحزاب من بينهم. شوف اختلاف كفر تكذيب بس ده الحاصل عليهم هسه. ومن يكفر به من الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم. بس ده موضوع فاختلفوا. ها قال كذبت قبلهم. شوف كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط أولئك الأحزاب. يا عليك الله الأحزاب كونوا لمكم مع قوم لوط ما مشكلة برا. وقوم لوط أولئك الأحزاب. ما في خير كل الأحزاب دي. أعرف النصيحة دي مني. ما في خير لأنه هي سبب للاختلاف.